الأول بلشوا بثلاث مطالب. أولا أنا مع أستاذ الجامعة ومع الأستاذ الثانوي ومع الأستاذ المتعاقد ومع الأستاذ بالتعليم المهني ومع الأساتذة اللي فاتوا مؤخرا وعددهم منه قليل واللي هن المستعان به واللي هن بالآخر معلمينها وعم بيعلموا إذا مش ولادنا عم بيعلموا أولاد نازحين ربنا يعينهم اللي هن نازح سوري إلى لبنان. فأنا مع كوني مش بس لوني وزير تربية بأنه أنا بنتمي إلى عقل سياسي يؤمن بالتعليم الرسمي ويؤمن بالجامعة اللبنانية. ثلاثة هذا خطابنا وأدبياتنا السياسية وهذا نضالنا التاريخي. أنا عم بقول مع معلمين الجامعة ومع مطالبهم الكاملة واللي هي متراكمة من سنوات طويلة، لكن التايمينج مش هلا، الوقت مش بختلف معهم أنا على التوقيت، على التوقيت. عم بيطلبوا انه انا ماني شعبوي وصرت ايه لاكثر من مره، انا ما راح اطلع بالاعلام وانزل على الطريق وزقف معه. نص اللي عم يزقفوا معهم منهم معه، نصهم شي بيجوني من هون وشي من هونيك. انا مع حق هذا المعلم وهذا حق تاريخي، انما فينيش اليوم بهذا الظرف الذي نمر به بكل مأساة الوضع المالي والاقتصادي بالبلد اخذ كل مطالبي، فيني أكد على مطالبي أخذ البقدر وباخده واستمر بنضالة أخذ الكل. نعم. لا عم يسمعك هلأ. أولاً ما قلت أنا بدي إياها تنزل ل 12% أبداً، قلت أيامنا كان 12%، أيامنا يعني من 50 سنة مش من هلأ. كله تغير، العلم تغير والدرس تغير والتلميذ تغير والأستاذ تغير والمدرسة تغيرت لقدام مش لورا. فبالتالي موضوع 12% ابدا مش وارد، موضوع 100% مش وارد، لانه فيش بالعالم نجاح 100% الا اذا كانوا كلهم على مستوى من يعني من الذكاء الخارق، وهذا بعالمنا بعده مش موجود. الكاميرات ليست اهانه للاساتذه ولا للطلاب، بتراقب اثنين، هي الكاميرات تعطينا امتحانات نظيفه. ليش بالمؤسسات العامة في كاميرات؟ ليش في بيوتنا في كاميرات؟ ليش بدي احمي بيتي وبديش احمي بيتي الثاني اللي هو المدرسة؟ انا هودي الاولاد وولادي بتمنى ينجحوا كلهم، وبتمناش ما لن يأتي اسئلة الا من داخل المنهج، ولن يأتي اسئلة فيها حزازير، ولن يأتي اسئلة فيها تريك تيسقط، ولن يأتي اسئلة فوق العادي، ولن يأتي أسئلة من الأمر، رح تجي أسئلة من داخل المناهج بكل هدوء. كل هم يكون الهدوء بالصف، التلميذ المتوسط وما دون المتوسط يجيب العشر. كلمة أخيرة لهالطلاب اللي عشية الامتحانات ناطرين هيك، اللي دارس اللي دارس الله العظيم يعني كرمال اللي دارس اللي دارس رح ينجح، وما في أسئلة من برات المنهج وما في تعيد، وكل همي أنتو بس بهمني ما يكون اللي مش فاتح كتاب كل السنة مثل اللي قاعد على كتابه كل السنة. في فرق.